سؤال حلقتنا النهارده كان ايه راي حضراتكم او مين اللاعب اللي كان يستحق ان هو يتواجد في قائمه منتخب مصر خلال الفتره الحاليه وقبل مباراتي توجو في التصفيات المؤهله لبطوله الامم الافريقيه؟ فكانت اجابات حضراتكم من خلال يوسف مختار قال ياسر ابراهيم وليد سليمان كانوا يستحقوا، ومعاذ محمد قال انا بصراحه مش عايز حد يروح عشان الاصابات. طبعا يعني مباريات المنتخب هي الاهم يعني، واكيد المنتخب مصر فوق اي نادي او اي شيء، ده امر طبيعي. ومحسن عبد الهادي قال ناصر ماهر، وادهم ايمن قال مروان محسن. دي كانت ابرز تعليقات حضراتكم بخصوص سؤال حلقه النهارده. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند، بكره حلقه جديده وتفاصيل اخرى بتخص نادينا الحبيب النادي الاهلي. استنونا، الى اللقاء.